I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Flix. أنا. حسناً، سأفترض أن هناك تفسيراً لهذا. يبدو لي أن ميريام قتلت فيربانكس وحاولت سرقة الأداة. لا علاقة لي بهذا. وجدته هنا مثلكما تماماً. ألم تكوني في موقعك؟ أنا. لا، كانت هناك فتاة. تخلصت منها، لكنني كنت أحاول العثور عليها مجدداً. واو. أين هيرا؟ تباً لام هيرا. لا تزال لديك جثة لتشرحي موقفك حيالها. لم أقتله. إنها تقول الحقيقة. ولم تنحاز إليها دائماً. لأنني أعرفها. لكنني حتى لو لم أكن أعرفها، فإن ميريام هي الوحيدة التي لم تكترث للأداة. هذه ليست جروح طعنات على جسده. وهذا الأمر برمته فوضى عارمة. وأنت لا تتصرفين بفوضوية. أقله، لم تكوني معتادة على ذلك. إذن، ماذا حدث؟ كان فيربانكس سيسلك المسار عينه الذي سلكناه. انضبطه حارس أو وقع في فخ. لرأينا شيئا ما. لا أدري. لكنها ليست الفاعلة. أعرف أنكما تريدان إجابات. وأنا أيضا. لكننا لن نحصل على أي إجابة الآن. علينا التركيز على إنقاذ الأخريين. سنخفي الجثة ونعود إلى القبو. ثم نأخذ رفيقتينا ونهرب. إن تحركنا بسرعة، فينبغي أن يصمد رمز كويديوني السحري. أوافقك الرأي. أأنتما مجنونان؟ حتى إن كنت أظن أنك بريئة، فلن أعود إلى هناك، حيث إنني أستلطف بقائي حياً. لم أنت خائف جداً. أنت من يحمل حقيبة القنابل. قنابل للطوارئ. أعتقد أن هذه حالة طارئة. حسناً، أخالفك الرأي. هذا الأمر برمته فوضى عارمة. ولن أخاطر بحياتي لأجل العودة إليه. آسف. إنك محق. إنها خطة في غاية الخطورة. أرجحية نجاح ضعيفة في مواجهة عدو شرير. هذا النوع من المهام لا ينجح في إتمامه إلا صائد كنوز. مهمة من النوع الذي يتغنى الشعراء به لعصور. لطالما أردت أغنيتي الخاصة. كلا. نجهل ما إن كانتا حيتين أصلا. لكلونا. حسنا. سأذهب. لكن إلى أن نعرف من المسؤول عن كل هذا، فسأبقي الحلقة معي. سيركيولوم. لا يهم. فريق نموذجي من البلهاء المغفلين. أيتها القائدة تاسيا. عدد من قواتنا عالقون في الكاتدرائية. أحدهم وضع رموزا سحرية على المداخل. وهكذا يزول أملي الأخير في أن يكون هذا محض حادث. كل من كان مكلفا بالحراسة فليؤمن نطاق القصر وليأتي الآخرون معي. إلى أين تذهبين؟ إلى الكاتدرائية. حالما تصلنا التعزيزات سوف يمكننا تفتيش المكان. لكن أولا افتح الباب. مهلا. كنت سعيدا بمرافقة نيب لي. لكنني لن أدعك تحبسيني في مخدع الكاهن. الأمر لا يتعلق بك. الأمر يتعلق بالإجراءات. أنت الساحر الكبير الأعلى رتبة. بمعنى أن سلامتك هي أولويتي القصوى. لا أحتاج إلى حمايتك. لا يهمني ما تحتاج إليه. صمم هذا المكان لإيقاف تمرد العبيد على نطاق كامل.
لذا فإن نظام الأمان سيحاول قتل كل شخص ليس في مكان مؤمن، وأريدك أن تتعاون حتى أتمكن من التركيز على إنقاذهم. هذا عملي يا ريزارين، عليك أن تدعني أقوم به. ممنوع دخول أو خروج أحد سواي. لا أحد. تاسيا، رجاء، أيمكنك فقط؟ سأقوم بتأمين القبو كأولوية قصوى. شكرا لك. ويا تاسيا، توخي الحذر، أحتاج إلى قائدة فرساني. سنتوجه إلى الكاتدرائية، سنخلي الغرف واحدة تلو الأخرى كما تدربنا تماما. إن رأينا أثرا لمن تسبب في هذا فسأعيد تقييم الوضع. لكنك قلت. أعرف ما قلته، لكنني لن أعطي الأولوية لأداة فوق أرواح الناس، كما أن ذلك القبو بوسعه الدفاع عن نفسه. أتعجب من أنك كنت مستعدا للانسحاب بعيدا عن كل هذا. كوننا سنلقى حتفنا لا يعني عجزي عن الاستمتاع بمذبحة من الطراز القديم. هيا، هذا يبدو من صنع كويديون. لا بد أنها كانت في طريق عودتها حين تعرضت للهجوم من شيء ما. إنها ذهبت من هنا. لكلوني، انتظر، ألن نساعدها؟ أتعرف كم عدد الممرات في هذا المكان؟ قد تكون في أي مكان، بينما لا تزال هيرا غالبا في القبو، وهي ما نلاحقه حقا. صحيح، إن كانت كويديون ماضية في طريقها فهي في خطر أقل من هيرا. سنجدها في طريق العودة، أعدك. لا تقلق يا رولز، بوسع كويديون حماية نفسها. آسفة. ما هذا؟ يا ويلي، سحقا. أتعتقدان أنه من المقبول تنفس هذا القرف؟ بالقطع لا، لكننا نكاد نصل. هيرا، يا لك من حمقاء. هذا ما وصفت به، لكنني لم أقو على تركك هنا. أين فيربانيكس؟ لنخرجك أولا. أي نوع من السحر هذا؟ أتعرفين التعويذة اللازمة؟ كل ما أعرفه هو أنني عاجزة عن تخطيها. جربت كل شيء. مريم، لسنا وحدنا هنا، سنتصدى لهم. أخرجي هيرا فحسب. حتما هناك آلية إطلاق من نوع ما. لم أجد أي آلية إطلاق. كان ذلك أول شيء تحققت منه. إذن إنها حتما في الخارج هنا. على الصعيد الإيجابي، إنك غالبا الشخص الأكثر أمانا في هذا المكان. حسنا، هذا يكفي. تاسيا بارعة جدا في عملها، إنها فخر القداديسية، لكنها تتمادى أحيانا. لكنني ساحر كبير قوي على الصعيد القتالي. ليس من المنطقي حبسي هنا، بينما قد يكون هناك شخص في الخارج يسرق الكاهن. لذا بناء على التهديد الواقعي على الإمبراطورية، فإنني آمرك بأن تدعني. أمر، هناك أمور أهم من التسلسل القيادي يا نيب، إلا إن كنت الجندي المثالي، وهذا تحديدا ما طلبت منك أن تكونه. رولاند، القليل من المساعدة. أمسك متباه. إنها تنطق. شكرا لك. ما الوضع أيتها الجنية؟ لا يمكننا صدهم إلى الأبد. أكاد أنتهي. توقفي يا ميريام، إنك تبلدين نصالك وتهدرين وقتك فحسب. ربما يمكننا تفجيرها. ليس إن أردتني أن أبقى سالمة أيضا. هيرا، أحاول إنقاذك. لا يمكنك ذلك.
لكن بوسعك إنقاذ المهمة. اسمعيني، ذلك الوغد فيربانغز هاجمني، سرق السيركيولوم وهرب. لماذا؟ لا أعرف، لكنه على الأرجح في منتصف طريقه عبر تيفنتر الآن. لا، ليس كذلك، كان مصابا بشكل جسيم. لقد أعطاني السيركيولوم ثم مات بين ذراعي. هل السيركيولوم معك؟ مريم، عليك أخذها إلى كيركول الآن. كيركول، ظننت أن عميلة فيلق التفتيش في أورليس رتب فيربانيكس ذلك الاجتماع. لدي معرفة في كيركول، في مكان يدعى الرجل المشنوق. أسرع، لا تهمني السيركيولوم. حسنا، يلزم أن تهمك، لأنني لا أثق في أي شخص آخر. كالين، أبق درعك مرفوعا، كن حذرا يا رانكين، تابع التقدم، إنه محض تدريب آخر. لا أتذكر أن زملائي في التدريب كانوا يحاولون جاهدين تمزيق إربا. أيا يكن ما تواجهه نصالكم، فإن حال بينكم وبين الكاتدرائية فاسحقوه أرضا. إليك أول قاعدة للقتال أيها الحارس، لا ترفع عينيك عن العدو أبدا. دفعة أخيرة، جدار من الدروع. أولا شياطين غاضبة، والآن جثث سائرة. ما خطب هؤلاء القوم؟ هيا، أكره هذا. لا بأس، أنا هنا للمساعدة لسبب ما. تحركوا من فضلكم. هيا أيها الغبي. مرحا، أكان ذلك؟ نيب، تنحى جانبا. إن أردت حمايتي فاتبعني من هنا. ما هذا؟ ماذا تعتقد؟ مريم، أهربي، ليس من دونك. هل أتوهم؟ أم أن تلك المخلوقات تزداد سرعتها؟ حسنا، ضاعت علي أغنيتي المرجوة. مريم، نحتاج إلى مساعدتك. اللعنة. رولز، ماذا تفعل؟ أرتجل. مهلا، لا. أكان عليك استخدام الحقيبة اللعينة بأكملها؟ مريم، انتهى الوقت. لا، أنا. ماذا تفعلين؟ أنقذك. هيرا. مريم، آسف، لكن علينا الذهاب الآن. لكنني استعدتك للتو. اللعنة، لم أنتم كثيرون جدا. هذا، أحتاج إلى هذا. يا للقرف، انخفضوا جميعا. مرحا، تحيا العملاقة. العملاقة، على الرحب والسعة، شكرا لكم. هذا مهين قليلا في الواقع. أيعرف أحد كيفية الخروج من هنا؟ سأدعمك أنا. أيتها القائدة، لا يمكننا الصمود إلى الأبد، علينا إيجاد فرصة مرور. أتذكر ما قلته لك، ألا أرفع عيني عن العدو أبدا. لنرمى إن كان يعرف تلك القاعدة أيضا. تراجعوا جميعا خلفي الآن، من أجل تيفنتر. أيها السحرة، أزيلوا تلك الرموز السحرية، ليساعدني كل من في الداخل على تفتيش القصر، أما كل من في الخارج هنا، اعثروا على من فعل هذا وسلموه إلي. أمرك يا سيدتي. هذا المكان فخ مميت حقا. رفاقي، يا بشرايا، لكم تسرني رؤيتكم. هذا المكان جنوني، واو. لنقلل الكلام ونهرب. أجل، معك حق. مهلا، ماذا عن فيربانيكوس؟ واو، هيرا، هو مات وهي حبيسة، والآن اذهبي. ماذا؟ قلت اذهبي. ذهبوا من هنا.
سأتوقف عندكم. أنتم فعلتم هذا، أليس كذلك؟ أنتم سبب موت كل أصدقائي. أنزل القوس يا فتى. نحن أكثر من أن تصيبنا برمية واحدة. أقله يمكنني قتل أحدكم معي. ربما فاتني دوري الحقيقي. أنا مريم، تسرني رؤيتك للغاية. أهلا بعودتك يا أختي. ترجمة وائل ممدوح.